صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 45 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013. نعم، وذلك بناء على اقتراح جهاز الخدمة المدنية جاء فيه المادة الأولى يستبدل بنص المادة 12 من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013 النص الآتي: تمنح علاوة تحسين مستوى معيشي بمعدل 85% دينار شهرياً لبعض الموظفين المستحقين للرواتب المبينة بالجدول الوارد بالملحق رقم 3 المرافق لهذه اللائحة وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها جهاز الخدمة المدنية. المادة الثانية يستبدل بالجدول الوارد بالملحق رقم 3 المرافق للائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013 الجدول المرافق لهذا القرار. المادة الثالثة تحل كلمة جهاز محل كلمة ديوان وكلمة الجهاز محل كلمة الديوان وكلمة لجهاز محل كلمة لديوان أينما وردت في نصوص لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 77 لسنة 2013.